أهلا بكم من جديد. في محورنا الأخير سنقف عند التفجيرات التي ضربت العاصمة الأفغانية كابول. ضرب انفجاران مستشفى سردار محمد داود خان العسكري في العاصمة الأفغانية كابول، مما أدى إلى مقتل 19 شخصا وجرح أكثر من 50 وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤولين حكوميين أفغان. قال مصدر أمني أن اشتباكات وقعت مع حراس المستشفى بعد التفجير الأول، في حين وقع التفجير الثاني بعد تجمع المارة لنقل الجرحى والقتلى من موقع الحادث، وقد أغلقت القوات الحكومية الطرق المؤدية إلى مكان التفجيرين. هذا وكان تنظيم الدولة الذي نفذ سلسلة هجمات على مساجد وأهداف أخرى منذ سيطرة طالبان على كابول في آب قد هاجم المستشفى الذي يحوي 400 سرير في عام 2017، مما أودى بحياة أكثر من 30 شخصا. وتتهم حركة طالبان تنظيم الدولة بالوقوف وراء التفجيرات التي تستهدف أفغانستان. وتوعد قادة الحركة مقاتلي التنظيم بالملاحقة ومنعهم من التمدد في أفغانستان. نناقش هذا الموضوع مع نصرة الله ظهير، أمين الباحث في الشأن الأفغاني، وهو معنا من اسطنبول. أهلا ومرحبا بك. يعني إذا ما بدأنا بالحديث عن هذا التفجير أو هذا الانفلات الأمني الحاصل في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم طالبان تقدم نفسها على أنها استلمت زمام الأمور في أفغانستان، لكن ما حجم تأثير هذا الانفلات الأمني على ثقة المجتمع الدولي بحركة طالبان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم وللمشاهدين الكرام. نعم، اليوم العاصمة الأفغانية خاصة مستشفى العسكري سردار محمد داود خان كان شاهد للهجوم الانتحاري، كما اتهمت الحركة بأن تنظيم الدولة فعل هذا الأمر. طبعا الحكومة الجديدة كما تعرفون يعني تواجه الصعوبات أو يعني المشاكل العديدة، منها موضوع الأمن وبعد ذلك الموضوع الاقتصادي، حتى الآن لم يعترف بها أحد. فالموضوع الأمني هذا الأمر يعني مهم جدا، وكما في اثناء الحكم الجديد يعني نحن شاهدنا تفجيرات والعمليات الانتحاريه كثيره من قبل تنظيم الدوله ضد الحكومه الجديده. فاعتقد طالبان تواجه يعني جماعه يعني اكثر تطرفا، يعني تقريبا تواجه الجماعة بنفس التكتيكاتها، يعني كما الأفغان كانوا يشاهدون في العقود الأربعة يعني بنفس التكتيكات، يعني كأن المشهد لم يتغير. يعني في الحكومة السابقة في النظام السابق كذلك كان يتم الهجوم على المراكز الحكومية مثل المستشفيات والمراكز العسكرية والمراكز الحكومية بنفس الشكل، وحاليا الحكومة الجديدة التي لم تتمكن بعد تواجه نفس يعني التكتيكات والهجومات. فهذا الأمر أولا يدل على أن الحكومة الجديدة يعني عندها ضعف شديد من الناحية الأمنية، وكذلك الطرف الآخر يحاول يعني إحراج هذه الحكومة الجديدة وتضعيف الحكومة الجديدة، وأكثر من ذلك هناك محاولات لإفشال الحكومة الجديدة. نعم، وكيف تنظر إلى اتهام رئيس هيئة الأركان العامة قاري فصيح الدين بأن الولايات المتحدة الأمريكية بعدما فشلت في حربها في ضد طالبان بدأت الآن تحاول تشعيل الأجواء من جديد؟ أعتقد يعني الاستقرار في أفغانستان ربما ليس لصالح لكثير من الجهات المهزومة في المعركة الأخيرة في أفغانستان، فطبعا هذه الجهات سوف تحاول يعني إفشال التجربة الجديدة بالنسبة
أفغانستان وخاصة إفشال حركة طالبان في موضوع الحكم. فأعتقد يعني طالبان حاليا في موقف قوي، وتستطيع أن تفاوض الأمريكا كما تشاء، ولكن بتضعيفها يعني الجهات الأخرى ربما يعني تحصل على ما تريد. فلأجل هذا ربما جهات متعددة تحاول يعني تقف وراء تنظيم الدولة في تضعيف هذه الحركة، ربما الجهات الداخلية المهزومة في المعركة الأخيرة، وربما الجهات الدولية التي يعني هزمت في المعركة الأخيرة في أفغانستان تحاول إفشال هذه الحكومة أو أقل شيء إحراج هذه الحكومة بهذا الشكل. وهذه التفجيرات يعني سيد نصرة الله ظهير أمين ليست بالجديدة، لكن تؤكد على أن الأوضاع لن تستقر. إلى أين يتجه المشهد في أفغانستان برأيك؟ أولا يعني كما ذكرت في البداية بأن الاستقرار في أفغانستان ربما ليس لصالح يعني كثير من الجهات التي كانت يعني كانت تهمهم قضية أفغانية والأفغانستان بشكل عام. فيعني يعني يحاولون أن يحصلوا على ما يريدون بهذا الشكل. ف يعني الآن ربما الدول الجار يعني ليس لهم، لا يريدون سيطرة طالبان على أفغانستان بهذا الشكل، وليس لهم بديل لطالبان حاليا. يعني بهذا الشكل يريدون يعني استمرار الحرب في أفغانستان كي تبقى أفغانستان ضعيفة، ويحصلون على ما يريدون في أفغانستان. كما تعرفون أفغانستان بلد غني جدا، وعنده ثروات كثيرة، وهذه الثروات تقدر ب 30 تريليون دولارات. فهذا المبلغ كبير، يعني هذا المبلغ يشجع كثير من الدول للتدخل في أفغانستان. فبهذا الشكل يعني الدول يعني الجيران وغير الجيران، القوات العظمى تحاول يعني أن تكون لهم نسبة في هذه الثروات، وكذلك هذه المنطقة استراتيجية جدا. وأي دولة أو أي حكومة تقيم في هذه الجغرافيا وتستقر فربما تكون خطرا بالنسبة لبعض الدول، لأن كما تعرفون عندنا المشاكل الحدودية ما بعد الدول، وكذلك هناك التقسيمات القومية بين أفغانستان ودول الجار. لأجل هذا فكثير من الجهات يعني تريد استمرار الحرب في أفغانستان، ولا تريد الأمن والاستقرار في هذا البلد. نعم، الباحث في الشأن الأفغاني نصرة الله ظهير أمين كنت معنا من اسطنبول. شكرا جزيلا لك، وجزيل الشكر لكم مشاهدينا على حسن المتابعة. دمتم بألف خير.